منحت الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان السويدي ينوي منظمو حرق نسخة من المصحف الشريف. الإذن الجديد تم منحه للاجئ عراقي الجنسية يدعى سلوان نجم، سبق وإن انضم إلى المدعو سلوان موميكا في تحركين أقامهما الأخير خلال الفترة الماضية، وقام خلالهما بتدنيس القرآن وحرقه أمام مسجد وسفارة العراقية في ستوكهولم. ونقلت صحيفة إكسبيرنسن عن سلوان نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن مرارا حتى يتم تحضيره في السويد. وهذا شهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن. انت مجرم، انت كافر، الله حرام عليك وعلى الجنسيه تبعهم. انت يهودي، انت يهودي، هذا الكتاب هو كلك عينك الثاني. يجربك يجربوك. لبيك. نعم نعم بالقران. هذا الكتاب يدعو للكراهيه. ما هي بليتا ديتو دوستو فرانكوردي. الكثير من الناس والاعلام اليساري. جمال. جمال. تعال حط الصوره تعال. هناك جبان. لا بقوانا الشرطه. تسجيل. تسجيل. تسجيل لتلاوات قرآنية.